والآن يصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، أصحاب المعالي والسعادة، السادة ملاك الإبل، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا صاحب السمو، ونحن نلتقي اليوم في قصر الحكم معقل القادة ومصنع الرجال لنكرم رجالا خدموا الموروث ونافسوا في ميدانه، تنافسوا تنافساً شريفاً كان ولا زال يؤسس للحمة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد. نلتقي اليوم لتكريم الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة. وخير بداية لكل بداية آيات بينات من آية الذكر الحكيم، يتلوها الشيخ ياسر الشهري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. سيدي صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، والآن مع كلمة سعادة رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، يلقيها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لنادي الإبل سعادة المهندس رائد أبو زناده. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو
والمعالي والسعادة أخواني ملاك الإبل، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نحن فخورون بإنجازات تعم وطننا المعطاء ونجاحات متواصلة لرؤية الازدهار والنماء على كافة الأصعدة ومختلف النواحي والقطاعات. ونحن في قطاع الإبل نعتز بأننا جزء من هذا الإنجاز ومن هذا الحراك الكبير وجهود التغيير، وبفضل من الله نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة ورعاية أبوية من والدنا وقائدنا الملك سلمان الحازم الحكيم، وعناية كريمة من الملهم المجدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمشرف العام على نادي الإبل، والذي نعمل بتوجيهاته لتحويل هذا القطاع إلى منظومة اقتصادية متكاملة وليكون أحد مكونات منظومة التأثير والقوة الناعمة السعودية. صاحب السمو، إن استضافة أمارة منطقة الرياض لاحتفال تكريم الفائزين بجوائز النسخة السابعة من مهرجان المؤسس مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لهو امتداد للدور المشهود الذي تبذله الأمارة في إنجاح المهرجان ودعم القطاع بشكل كامل. وباهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والذي تشرفنا برعايته وحضوره شخصياً ونيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السابعة، كما يسعدني أن أجدد التهنئة لإخواني وأخواتي ملاك الإبل الفائزين بالمراكز الأولى في المهرجان والذين يتشرفون اليوم باستلام جوائزهم من يد سموكم الكريم، متوجهاً بالشكر والامتنان والعرفان لسموكم على رعايتكم الكريمة لهذا الحفل، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لنا وطننا لتتواصل مسيرة التنمية والتطوير تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه يا سيدي قصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر محمد بن عبد الله الرويبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض ميدان الطموح وغرب أحلام الفؤاد، الأرض ميدان الطموح وغرب أحلام الفؤاد، والموت وهو الموت ما ياتي لك إلا من سبب، اسعى مثل سعي الرياح وجاهد أحلامك جهاد، الموت في طرد الطموح عز موت ينكتب، اسعى مثل سعي الرياح وجاهد أحلامك جهاد، الموت في طرد الطموح أعز موت ينكتب، الحلم نادم راسخ ونوره على ظهر أشداد، ولولاه ما صرنا يد واحدة ولا صرنا شعب، الحلم نادم راسخ ونوره على ظهر أشداد، ولولاه ما صرنا يد واحدة ولا صرنا شعب، دار ولا هم عزي بضرب المراهيف الحداد، هي نفسها اللي سادت الدنيا وغنت من طرب، دارا ولاها معزي بضرب المراهيف الحداد، هي نفسها اللي سادت الدنيا وغنت من طرب، من يوم نشر بيرقه من فوق ريمه للعباد ما فيه صقر الرف الريشة ولا ذيب انقنب، من يوم نشر بيرقه من فوق ريمه للعباد ما فيه صقر الرف الريشة ولا ذيب انقنب، تلين البيدة قدم جيشه لو انها من جماد كنا لراضي تلتبس الاخفاف ما طبل سحب، اقبل عليها واقبلت يمه وهي كانها تقاد، وادفى بشت شوق هالمكنون لغلى من تحب، كنه
يقول أنا معزي في الصباح وفي الهجاد بالأجرب اللي في مضارب سلة طب الجرب. كنه يقول أنا معزي في الصباح وفي الهجاد بالأجرب اللي في مضارب سلته طب الجرب. أخلى العروش اللي يطاولها المكابر والعناد ووقدلها نار سناها ما يميلها مهب حتى استدامت قبة خضرا يعطرها الزباد والطوف برجاها لشافي بالمدايح والأدب. تبقى سعودية لي يوم التغابن والمعاد ما دام قرص الشمس يشرق ويتجلى ويغرب. في ظل سلمان الحزم من خير من ولي وقاد العادل اليامن حكم والغايث اليامن وهب تخارس الانظار من هيبة حجاجه في العباد وتشرب الاعناق ما فيها اليامن خطب. تخارس الانظار من هيبة جبينه في العباد وتشرب الاعناق ما فيها اليامن خطب. والهامنا في القايد الملهم اللي السبع اشداد محمد اللي يضرب الدنيا ويكحلها عجب. والهامنا في القايد الملهم اللي السبع اشداد محمد اللي يضرب الدنيا ويكحلها عجب. بطلة من وجنته ما في ليالينا سواد وحدب السيوف بنفضة من بشته تعود خشب. يجري بناجري الوحوش وكل ما نملك عتاد ويبقى نظرنا اللي يقدينا وحنا له هدب. هذا وطننا اللي خذينا رمله الطاهر ضماد ونبصر جباله سارية التاريخ وترابه ذهب. يا سيدي نائب أمارة نجعلك في المراج شرفتنا يا عالي الهامة ويا عالي النسب. يا سيدي نائب أمارة نجد جعلك في المراد شرفتنا يا عالي الهامة ويا عالي النسب. يا سيدي وانتم سرات مداحنا الخضرة الجداد اللي منادمها فخر واللي معاداها صعب الرمح لولا فعلكم عود خشب ما ذاك زاد والسيف لولا ضربكم في الروس ما ظل حدب. يا سيدي وانتم سرات مداحنا الخضر الجداد اللي منادمها فخر واللي معاداها صعب الرمح لولا فعلكم عود خشب ما ذاك زاد والسيف لولا ضربكم في الروس ما ظل حدب. فكناف قصر الحكم نستذكر سنة المجد الوكاد اللي بني من كل نبضة عرق تنهت من تعب. كني أشوف قلب المعاد دروازة أبوابه تقاد ترقب الأنظار من الفها وهي تنطق رحب. إبها بسطنا رقعة الدين وركضنا للجهاد. وبجلودها نرعب ملوك الأرض وتسير كتب نحبها لأنها بعد ربي عليها الاعتماد صرنا نتشربها مع الماء ونتطعمها رطب. نحبها لأنها بعد ربي عليها الاعتماد صرنا نتشربها مع الماء ونتطعمها رطب. إغياثنا وظلالنا في القيض ولا في البراد حتى أصبحت نجاتنا والكل ما نحلم سبب بتراثنا وأحلامنا اللي ما يطولها النفاد. حنا عرب حنا عرب حنا عرب حنا عرب. سلامتكم. والآن يا سيدي تتفضلون حفظكم الله بتكريم الملاك الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، وأدعو الزميل رايد بن شري لتقديم الفائزين بهذه الجائزة. الفائزون بجائزة الملك عبد العزيز في نسخته السابعة وهم: الفائز براك ابن ناصر ابن مسعود الدوسري بيرق المؤسس اللون مجاهيم المركز الثاني. الفائز شويمي ابن ظافر ابن عجب الدوسري بيرق المؤسس اللون مجاهيم المركز الثالث. على في مهرجان
الفائز عماش بن هويشل بن عماش الدوسري، بيرق المؤسس، اللون مجاهيم، المركز الخامس. الفائز ناصر بن سيف بن جاسر السبيعي، الفئة بيرق المؤسس، اللون مجاهيم، المركز السادس. الفائز علي بن جابر بن صالح المخضبية، الفئة بيرق المؤسس، اللون مجاهيم، المركز السابع. الفائز نهيان بن سالم بن مسلم، الفئة بيرق المؤسس، اللون مجاهيم، المركز الثامن. الفائز عبد الله بن محمد بن ناصر الهاجري، الفئة بيرق المؤسس، اللون مجاهيم، المركز التاسع. الفائز نايف بن حامد بن سعود العتيبي، الفئة بيرق المؤسس، اللون شعل، المركز الثاني. الفائز فيصل بن خالد بن حزام الحثلين، الفئة بيرق المؤسس، اللون شعل، المركز الثالث. الفائز زين بن سعود بن غالي الغربي، الفئة بيرق المؤسس، اللون شعل، المركز الخامس. الفائز طاحوس بن ذيب بن فلاح العتيبي، الفئة بيرق المؤسس، اللون شعل، المركز السادس. الفائز عبد الله بن عارف بن عبد الهادي الشمري، الفئة بيرق المؤسس، اللون شعل، المركز السابع. الفائز فراج بن عجب بن خلف السبيعي، الفئة بيرق المؤسس، اللون شعل، المركز الثامن. الفائز راشد بن سلمان بن محسن العجمي، الفئة بيرق المؤسس، اللون شعل، المركز التاسع. الفائز محمد بن سعد بن محمد السبيعي، الفئة بيرق المؤسس، اللون شعل، المركز العاشر. الفائز حمود بن دبوس مبارك الدبوس، الفئة بيرق المؤسس، اللون صفر، المركز الثاني. الفائز عبد الله بن فهد بن عبد الله الشريع، الفئة بيرق المؤسس، اللون صفر، المركز الثالث. الفائز بدر بن عبد الله الحربي، الفئة بيرق المؤسس، اللون صفر، المركز الرابع. الفائز ساطي بن منور المطيري، الفئة بيرق المؤسس، اللون صفر، المركز الخامس. الفائز ناصر بن هديبان بن فالح الدوسري، الفئة بيرق المؤسس، اللون صفر، المركز السادس. الفائز محمد بن عبد الله بن علي العامري، الفئة بيرق المؤسس، اللون صفر، المركز السابع. الفائز عبد الله بن عبد العزيز بن علي السلطان، الفئة بيرق المؤسس، اللون صفر، المركز الثامن. الفائز ناصر بن علي بن عبيد العجمي، الفئة بيرق المؤسس، اللون صفر، المركز التاسع. الفائز غازي بن صالح العتيبي، الفئة بيرق المؤسس، اللون صفر، المركز العاشر. منصور بن صقر البقمي، الفئة بيرق المؤسس، اللون وضح، المركز الثاني. مناحي بن محمد بن فهد القحطاني، الفئة بيرق المؤسس، اللون وضح، المركز الثالث. فيصل بن زايد بن هجرس الديابي، الفئة بيرق المؤسس، اللون وضح، المركز الرابع. مبارك بن مفلح بن محمد القحطاني، الفئة بيرق المؤسس، اللون وضح، المركز الخامس. محمد بن ناصر بن علي الشهري،
الفئة بيرق المؤسس، اللون وضح، المركز السادس. سمير بن زهيان بن فهد المطيري، الفئة بيرق المؤسس، اللون وضح، المركز السابع. خالد بن فهد بن دهيران العتيبي، الفئة بيرق المؤسس، اللون وضح، المركز الثامن. فراج بن محمد بن فراج السبيعي، الفئة بيرق المؤسس، اللون وضح، المركز التاسع. عبود بن هريسان بن ناصر المقاطي، الفئة بيرق المؤسس، اللون وضح، المركز العاشر. سليمان بن عبد الله بن حمد بن سليم، الفئة سيف الملك، اللون مجاهيم، المركز الثاني. سيف بن سعد بن منيف الحمالي، الفئة سيف الملك، اللون مجاهيم، المركز الثالث. بدر بن محمد بن عادي العتيبي، الفئة سيف الملك، اللون مجاهيم، المركز الرابع. حضرم بن سعود بن حضرم القحطاني، الفئة سيف الملك، اللون مجاهيم، المركز الخامس. منصور بن ضبيعي بن عبد الله المنهالي، الفئة سيف الملك، اللون مجاهيم، المركز السادس. فرج بن سالم بن خجيم العذبة، الفئة سيف الملك، اللون مجاهيم، المركز السابع. مبارك بن حمد بن سعيد، الفئة سيف الملك، اللون مجاهيم، المركز الثامن. حمود بن هليل بن عبيد العتيبي، الفئة بيرق المؤسس، اللون مجاهيم، المركز التاسع. طالب بن سالم بن طالب المري، الفئة سيف الملك، اللون مجاهيم، المركز العاشر. عبد العزيز موسى عبد العزيز الموسى، الفئة سيف الملك، اللون شقح، المركز الثاني. سعد بن محمد بن فلاح السبيعي، الفئة سيف الملك، اللون شقح، المركز الرابع. حامد بن بشير العنزي، الفئة سيف الملك، اللون شقح، المركز الخامس. غازي بن عامر العتيبي، الفئة سيف الملك، اللون شقح، المركز السادس. فيصل بن غزاي بن صالح العتيبي، الفئة سيف الملك، اللون شقح، المركز السابع. محماس بن حزمي بن حزام السبيعي، الفئة سيف الملك، اللون شقح، المركز الثامن. فهيد بن ذيب بن فهيد الدوسري، الفئة سيف الملك، اللون شقح، المركز التاسع. بادع بن محماس بن حزمي السبيعي، الفئة سيف الملك، اللون شقح، المركز العاشر. محمد بن عبد الله بن محمد العتيبي، الفئة سيف الملك، اللون حمر، المركز الثالث. محمد بن مسافر بن مفلح الصواط، الفئة سيف الملك، اللون حمر، المركز الرابع. شليويح بن سطام بن شليويح المطيري، الفئة سيف الملك، اللون حمر، المركز الخامس. نواف بن خليفة بن محمد العتيبي، الفئة سيف الملك، اللون حمر، المركز السادس. ماجد بن ناصر بن غنيم السبيعي، الفئة سيف الملك، اللون حمر، المركز السابع. حزام بن راشد بن خصيوي العتيبي، الفئة سيف الملك، اللون حمر، المركز الثامن. مشعان بن صالح بن فلاح العتيبي، الفئة سيف الملك، اللون حمر، المركز التاسع. ملفي بن بطيحان بن عبد الله السبيعي، الفئة سيف الملك، اللون حمر، المركز العاشر. نواف بن مناحي بن معيض العتيبي، الفئة سيف الملك، اللون شعل، المركز الثاني. خالد بن سعود بن نايف بن حثلين، الفئة سيف الملك،
اللون شعل المركز الثالث، مترك بن نايف بن تركي بن حجنة الفئة سيف الملك اللون شعل المركز الرابع، مهنا بن إبراهيم بن خليل العنزي الفئة سيف الملك اللون شعل المركز الخامس، عبد العزيز بن حسين بن عوض الشلاحي الفئة سيف الملك اللون شعل المركز السادس، زيد بن فهد بن شعيل العتيبي الفئة سيف الملك اللون شعل المركز السابع، سعود بن هلال بن عتيق العتيبي الفئة سيف الملك اللون شعل المركز الثامن، بصيص بن فهد العجمي الفئة سيف الملك اللون شعل المركز التاسع، عقاب بن عصفور بن فهد العجمي الفئة سيف الملك اللون شعل المركز العاشر، فلاح بن سالم بن راشد الهاجري الفئة سيف الملك اللون صفر المركز الثالث، ضيف الله بن حجيلان بن ضيف الله المطيري الفئة سيف الملك اللون صفر المركز الرابع، محمد بن مفيز الحارثي الفئة سيف الملك اللون صفر المركز الخامس، سلطان بن محمد بن علي السبيعي الفئة سيف الملك اللون صفر المركز السادس، لافي بن سعد بن عياد الشيباني الفئة سيف الملك اللون صفر المركز السابع، علي بن إبراهيم الصالح الفئة سيف الملك اللون صفر المركز العاشر، عبد الله بن مطلق بن ناصر القريني الفئة سيف الملك اللون وضح المركز الثاني، حمدان بن عبد الله بن فدغوش الشيباني الفئة سيف الملك اللون وضح المركز الثالث، محمد بن عوض بن خصيوي المطيري الفئة سيف الملك اللون وضح المركز الرابع، فهد بن مسعود بن فهد بن حجنة الفئة سيف الملك اللون وضح المركز الخامس، نايف بن نماس بن محبوب العتيبي الفئة سيف الملك اللون وضح المركز السادس، محمد بن سعد بن فارس النفيعي الفئة سيف الملك اللون وضح المركز السابع، غازي بن مشعان بن صالح العتيبي الفئة سيف الملك اللون وضح المركز الثامن، نايف بن مشعل بن عباس الشيباني الفئة سيف الملك اللون وضح المركز التاسع، محمد بن راشد بن علي المري الفئة شلفة ولي العهد اللون مجاهيم المركز الثاني، جار الله بن حمد بن سعيد الجهيول الفئة شلفة ولي العهد اللون مجاهيم المركز الثالث، صالح بن جابر بن علي المري الفئة شلفة ولي العهد اللون مجاهيم المركز الرابع، عمر بن محمد بن منير العتيبي الفئة شلفة ولي العهد اللون شقح المركز الثاني، سعود بن غازي البقمي الفئة شلفة ولي العهد اللون حمر المركز الثالث، نايف الحميدي العتيبي الفئة شلفة ولي العهد اللون شعل المركز الثاني، الحيان بن فارس العجمي الفئة شلفة ولي العهد اللون شعل المركز الثالث، أورنس بن عناد العجمي الفئة شلفة ولي العهد اللون شعل المركز الرابع، تركي بن عبد الرحمن بن تركي المقبل الفئة شلفة ولي العهد اللون شعل المركز الخامس، مشعل بن عايض المطيري الفئة شلفة ولي العهد اللون صفر المركز الثاني، عبيد بن شامان المطيري الفئة شلفة ولي العهد اللون صفر المركز الخامس،
سالم بن عجيم الشرافي الفئة شلفة ولي العهد اللون وضح. المركز الثاني خالد بن جدعان الشمري شلفة ولي العهد اللون وضح. المركز الثالث سليمان بن عساف العتيبي الفئة شلفة ولي العهد اللون وضح. المركز الرابع خالد بن مخلد العتيبي الفئة شلفة ولي العهد اللون وضح. المركز الخامس براك بن ناصر بن مسعود الدوسري نخبة النخبة الفئة اللون مجاهيم. المركز الثاني حمدان بن عبد الله الشيباني نخبة النخبة اللون وضح. المركز الثاني عبد العزيز موسى عبد العزيز الموسى الفئة نخبة النخبة اللون شقح. المركز الثاني حمود بن دبوس بن مبارك الدبوس نخبة النخبة اللون صفر. المركز الثاني نورة بنت مهدي بن محمد الدوسري الفئة شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. المركز الثاني الهنوف بن سليمان بن عبد الله الراجحي الفئة شوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. المركز الثالث رهف بنت علي بن محمد القحطاني الفئة شوط الأميرة نورة. المركز الرابع حصة بنت عبد الله بن محمد الفئة شوط الأميرة نورة. المركز الخامس طالب بن هادي بن فرج المري الفئة شوط البداوة اللون مجاهيم. المركز الأول نايف بن عبيد بن عيد العتيبي الفئة بيرق المؤسس اللون شعل. المركز الرابع عبد الله بن جابر المري الفئة شوط البداوة اللون مجاهيم. المركز الثاني مسلم بن بادي الدوسري الفئة شوط البداوة اللون مجاهيم. المركز الثالث حسام بن عبد الله بن محمد التميمي الفئة شوط البداوة اللون مجاهيم. المركز الرابع محمد بن شعف الدوسري الفئة شوط البداوة اللون مجاهيم. المركز الخامس محمد بن عبيد بن محمد العامري الفئة شوط البداوة اللون مجاهيم. المركز السادس هباس بن فرد البقمي الفئة شوط البداوة اللون مجاهيم. المركز السابع سالم بن راشد بن علي المري الفئة شوط البداوة اللون مجاهيم. المركز الثامن محمد بن راشد بن كبيدة الفئة شوط البداوة اللون مجاهيم. المركز التاسع فلاح بن مرزوق بن خصيوي العتيبي الفئة شوط البداوة اللون وضح. المركز الأول فهد بن عامر بن فراج السبيعي شوط البداوة اللون وضح. المركز الثاني عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر الفئة شوط البداوة اللون وضح. المركز الثالث خالد بن حمد بن هادي الدوسري الفئة شوط البداوة اللون وضح. المركز الرابع سلمان بن محمد بن مصلح المطيري الفئة شوط البداوة اللون وضح. المركز الخامس ضيدان بن إبراهيم الدوسري الفئة شوط البداوة اللون وضح. المركز السادس مبارك بن محسن بن خلف الدوسري الفئة شوط البداوة اللون وضح. المركز السابع محمد بن ثلاب بن سعيد السبيعي الفئة شوط البداوة اللون وضح. المركز الثامن مفرج بن سعد بن شوية الفئة شوط البداوة اللون وضح. المركز التاسع الطحان بن ملفي السبيعي الفئة شوط البداوة اللون وضح. المركز العاشر سيف بن فلاح بن سيف الفئة شوط البداوة اللون حمر. المركز الأول ظافر بن محمد بن فالح السحمة
شوط البداوة اللون حمر المركز الثاني. فرج بن فخري بن عوض الحربي الفئة شوط البداوة اللون حمر المركز الثالث. مفرح بن عبد الله الرشيدي الفئة شوط البداوة اللون حمر المركز الرابع. فلاح بن عبد الله المطيري الفئة شوط البداوة اللون حمر المركز الخامس. تركي بن مشعل بن سهيل العتيبي الفئة شوط البداوة اللون حمر المركز السادس. محمد بن سعد بن سلمان السبيعي الفئة شوط البداوة اللون حمر المركز السابع. علي بن منير محمد البقمي الفئة شوط البداوة اللون حمر المركز الثامن. محمد بن علي بن مسفر القحطاني الفئة شوط البداوة اللون حمر المركز التاسع. شويمان بن فهد الحربي الفئة شوط البداوة اللون حمر المركز العاشر. عبد الله بن مسند بن مطلق الدوسري الفئة شوط البداوة اللون شقح المركز الأول. بدر بن محمد بن نايف بن شوية الفئة شوط البداوة اللون شقح المركز الثاني. ظافر بن عيد بن فهد الفئة شوط البداوة اللون شقح المركز الثالث. حسن بن سعود بن منصور الدوسري الفئة شوط البداوة اللون شقح المركز الرابع. مناحي بن شافي العجمي الفئة شوط البداوة اللون شقح المركز الخامس. صعيب بن دحيم العتيبي الفئة شوط البداوة اللون شقح المركز السادس. حشيفان بن مناحي بن محمد البقمي الفئة شوط البداوة اللون شقح المركز السابع. سعود بن فهد العتيبي الفئة شوط البداوة اللون شقح المركز الثامن. نايف بن مسحل بن مشعل العتيبي الفئة شوط البداوة اللون شقح المركز التاسع. جفران بن فلاح بن سعد السبيعي الفئة شوط البداوة اللون شعل المركز الأول. علوش بن ناصر بن علوش العجمي الفئة شوط البداوة اللون شعل المركز الثاني. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الرويس الفئة شوط البداوة اللون شعل المركز الثالث. بداح بن حماد بن فهد الدوسري الفئة شوط البداوة اللون شعل المركز الرابع. عبد الله بن مناحي بن سويد العجمي الفئة شوط البداوة اللون شعل المركز الخامس. سعد بن محمد انفيعي الفئة شوط البداوة اللون شعل المركز السادس. تركي بن سعود بن نايف الحثلين الفئة شوط البداوة اللون شعل المركز السابع. بداح بن طلحان بن بداح السهلي الفئة شوط البداوة اللون شعل المركز الثامن.
محمد بن عبد الله بن سليمان العتيبي، الفئة شوط البداوة، اللون شعل، المركز التاسع. مقرن بن سعد بن عباس المطيري، الفئة شوط البداوة، اللون شعل، المركز العاشر. عبد العزيز بن معبد بن عبيد بن عميرة، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز الأول. عبد الله بن فلاح بن عبد الرحمن المطيري، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز الثاني. ناصر بن عمر بن بادي العتيبي، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز الثالث. سليمان بن إبراهيم بن ضيف الله العتيبي، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز الرابع. سامح بن سالم بن سليم المطيري، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز الخامس. محمد بن محميد بن مفلح نفيعي، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز السادس. مصلح بن سند بن عايض المطيري، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز السابع. فالح بن محمد بن دخيل الهاجري، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز الثامن. دوخي بن خالد بن جزا العتيبي، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز التاسع. خالد بن محمد بن سفر الرشيدي، الفئة شوط البداوة، اللون صفر، المركز العاشر. عبد الله بن أحمد الكواري، الفئة أصايل 20، المركز الأول. مبارك بن عبد الله بن مبارك الدوسري، الفئة أصايل جميع الألوان، المركز الثاني. سعد بن نهار بن ناصر النفيعي، أصايل 20، الفئة جميع الألوان، المركز الثالث. ملهم مسلم مبارك الراشدي، الفئة أصايل مهجنات 20، اللون جميع الألوان، المركز الأول. ديب بن محمد بن مسفر القحطاني، أصايل مهجنات 20، اللون جميع الألوان، المركز الثاني. خالد بن حميد بن عبد الله القريني، الفئة أصايل مهجنات 20، اللون جميع الألوان، المركز الثالث. مسعود بن فهيد بن علي الهاجري، الفئة أصايل مهجنات 20، جميع الألوان، المركز الرابع. محمد بن فهيد العجمي، أصايل مهجنات، جميع الألوان، المركز الخامس. غزاي بن بهار بن سعد اللحياني، سواحل 20، الألوان، جميع الألوان، المركز الأول. مرزوق بن علي بن مطير، الفئة سواحل 20، جميع الألوان، المركز الثاني. سعد بن سلمي الرفاعي، سواحل 20، جميع الألوان، المركز الرابع. محمد بن بخيت الثعلبي، سواحل 20، جميع الألوان، المركز الخامس. فرج بن محمد الدوسري، الفئة الفحل المنتج، اللون مجاهيم، المركز الثاني. جابر بن حمد بن جابر المري، الفئة الفحل المنتج، اللون مجاهيم، المركز الرابع. عبد الله بن صالح المري، الفحل المنتج، اللون مجاهيم، المركز الخامس. أحمدي بن الغفيلي البقمي،
الفئة الفحل المنتج اللون حمر المركز الخامس. ذيب بن حسن بن محمد العجمي الفئة الفحل المنتج اللون وضح المركز الثاني. زياد بن ظافر بن علي القحطاني الفئة الفحل المنتج اللون وضح المركز الرابع. نايف بن سعد العتيبي الفئة الفحل المنتج اللون وضح المركز الخامس. رفاعي بن مناحي بن ناصر العجمي الفئة الفحل المنتج اللون شقح المركز الثاني. عبد الله بن فهيد السبيعي الفئة الفحل المنتج اللون شقح المركز الثالث. محمد بن نايف بن وليد بن شوية الفئة الفحل المنتج اللون شقح المركز الرابع. فهد بن عبيد الدوسري الفئة الفحل المنتج اللون شقح المركز الخامس. علوش بن حيان بن فهيد العجمي الفئة الفحل المنتج اللون شعل المركز الثاني. بندر بن صحن بن غنيم بن شوية الفحل المنتج اللون شعل المركز الثالث. تركي بن عايض بن محسن العتيبي الفئة الفحل المنتج اللون شعل المركز الخامس. زعل بن فهيد الديحاني الفئة الفحل المنتج اللون صفر المركز الثاني. مبارك بن فهيد بن ناصر العجمي الفئة الفحل المنتج اللون صفر المركز الثالث. محمد بن علي بن سالم النجم الفئة جل اللون مجاهيم المركز الثاني. محمد بن صالح العامري الفئة جل اللون مجاهيم المركز الثالث. محمد بن عبد الله المنهالي الفئة جل اللون مجاهيم المركز الخامس. محمد بن فهاد بن جخدب السعدي الفئة جل اللون وضح المركز الأول. عبد الرحمن بن عمير بن فهد القحطاني الفئة جل اللون وضح المركز الثالث. فهد بن فهاد بن جخدب السعدي الفئة جل اللون وضح المركز الرابع. بندر بن فهاد بن جخدب السعدي الفئة جل اللون شقح المركز الأول. بندر بن داخل بن مبارك العتيبي الفئة جل اللون شعل المركز الثالث. مطلق بن صقر بن عبد الله السهلي الفئة جل اللون شعل المركز الرابع. عبد الله بن علي الرشيدي الفئة جل اللون شعل المركز الخامس. راشد بن فهد بن راشد الهاجري الفئة جل جميع الألوان المركز الأول. بندر بن ناصر بن حمد الفئة جل أصايل جميع الألوان المركز الثاني. عبد الله بن أحمد الكواري الفئة جل أصايل جميع الألوان المركز الثالث. خالد بن عبيد بن علي المنصوري الفئة جل أصايل جميع الألوان المركز الرابع. وافي بن سعد بن محمد الهاجري الفئة جل أصايل جميع الألوان المركز الخامس. ذيب بن محمد بن مسفر القحطاني جل أصايل مهجنات جميع الألوان المركز الأول. الفندي خميس المزروعي جل أصايل مهجنات جميع الألوان المركز الثاني. سالم بن حمد بن علي المزروعي جل أصايل مهجنات جميع الألوان المركز الثالث. عبد الرحمن ابن حامد بن سند العصيمي جل سواحل جميع الألوان المركز الأول. خالد بن أحمد بن رجلة جل سواحل جميع الألوان المركز الرابع. محمد بن صالح العامري الفئة دق اللون مجاهيم المركز الأول. عبد الله بن ضيدان بن مهدي العجمي الفئة دق اللون مجاهيم المركز الثالث.
فهد بن فهد بن جخدب السعدي، الفئة دق اللون وضح المركز الأول. إذعار بن ذيب بن محمد القحطاني، الفئة دق اللون وضح المركز الرابع. نشمي بن مسعود المطيري، الفئة دق اللون وضح المركز الخامس. هادي بن إحبابي بن ناصر الدوسري، الفئة دق اللون شقح المركز الثاني. علوش نحيان بن فهيد العجمي، الفئة دق اللون شعل المركز الأول. شبنان بن فهد الدوسري، الفئة دق اللون صفر المركز الثالث. زايد بن عاصي الشمري، الفئة دق اللون صفر المركز الخامس. خميس بن ماجد بن راشد المنصوري، الفئة دق صايل المركز الأول. بشار بن غالب الرشيدي، الفئة دق صايل المركز الثاني. حمد بن ناصر المالكي، الفئة دق صايل المركز الثالث. خميس بن طارش المنصوري، الفئة دق صايل المركز الرابع. ناصر بن حمد المعوملي، الفئة دق صايل المركز الخامس. رامس بن مسلم بن مبارك، الفئة دق صايل مهجنات جميع الألوان المركز الأول. مبارك بن حمود المنصوري، الفئة دق صايل مهجنات المركز الثاني. سفر بن غانم الهاجري، الفئة دق صايل مهجنات المركز الثالث. رامس بن مسلم، الفئة دق صايل مهجنات المركز الرابع. نايف بن سعد الحارثي، الفئة دق سواحل المركز الثاني. عطية بن ساعد بن عطية، الفئة دق سواحل المركز الرابع. عبد الله بن مقعد بن شالح المقاطي، الفئة مفاريد بكار اللون حمر المركز الأول. محمد بن سالم بن حمد القحطاني، الفئة مفاريد بكار اللون حمر المركز الثاني. حماد بن بداح الدوسري، الفئة مفاريد بكار اللون حمر المركز الخامس. عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الكريم التويجري، الفئة مفاريد بكار اللون وضح المركز الرابع. جدعان بن مسلم بن شوية، الفئة مفاريد بكار اللون شقح المركز الأول. عبد الله بن فاضل المري، الفئة مفاريد بكار اللون شقح المركز الثالث. حسن بن فهد بن زيد القحطاني، الفئة مفاريد بكار اللون شقح المركز الرابع. ناصر بن ماجد بن ناصر الهاجري، الفئة مفاريد بكار اللون شقح المركز الخامس. نواف بن محمد بن حمدان الشمري، الفئة مفاريد بكار اللون شعل المركز الأول. نواف بن فهاد بن جخدب السعدي، مفاريد بكار اللون شعل المركز الثاني. نايف بن سعود بن نايف الحثلين، الفئة مفاريد بكار اللون شعل المركز الثالث. أحمد بن عثمان بن عثمان الحقيل، الفئة مفاريد بكار اللون شعل المركز الخامس. شبيب بن طامي العجمي، الفئة مفاريد بكار اللون صفر المركز الثالث. نواف بن محمد بن حمدان الشمري، مفاريد بكار اللون صفر المركز الرابع. فهد بن فهد بن معدي الدوسري، الفئة مفاريد بكار اللون صفر المركز الخامس. وطبان بن جابر بن عباس، الفئة الشوط المنظمة الدولية للإبل المركز الأول.
أحمد بن محمد، الفئة شوط المنظمة الدولية للإبل، المركز الثاني. عمرو محمد شبل، الفئة شوط المنظمة الدولية للإبل، المركز الثالث. محمد لطفي السيد، شوط المنظمة الدولية للإبل، المركز الرابع. عبد الله بن داهي، شوط المنظمة الدولية للإبل، المركز الخامس. بليه بن شجاع بن مبارك الدوسري، الفئة قعدان دق، اللون مجاهيم، المركز الأول. سلطان بن مبارك الغربي، الفئة قعدان دق، اللون مجاهيم، المركز الثاني. فرج بن هادي بن فرج المري، الفئة قعدان دق، اللون مجاهيم، المركز الثالث. صالح بن لازم المنهالي، الفئة قعدان دق، اللون مجاهيم، المركز الخامس. نادر بن فارس الحافي، الفئة قعدان دق، اللون حمر، المركز الثالث. عبد الله بن ظافر بن محمد القحطاني، الفئة قعدان دق، اللون حمر، المركز الخامس. فهد بن عبد الله بن عريعر، الفئة قعدان دق، اللون وضح، المركز الأول. سلطان بن فهيد العجمي، الفئة قعدان دق، اللون وضح، المركز الثاني. محمد بن براك العتيبي، الفئة قعدان دق، اللون وضح، المركز الرابع. سعيد بن ثلاب السبيعي، الفئة قعدان دق، اللون وضح، المركز الخامس. مطلق بن عبد الله بن مطلق الدوسري، الفئة قعدان دق، اللون شقح، المركز الأول. مقعد بن فهد بن محمد الدوسري، الفئة قعدان دق، اللون شقح، المركز الثاني. نواف بن نايف بن طالب، الفئة قعدان دق، اللون شقح، المركز الثالث. مسفر بن نوار بن مسفر النفيعي، الفئة قعدان دق، اللون شقح، المركز الرابع. فيصل بن محمد العرجاني، الفئة قعدان دق، اللون شقح، المركز الخامس. سلطان بن حامد بن سعود العتيبي، الفئة قعدان دق، اللون شعل، المركز الثاني. عبد الله بن مبارك بن سيف البريك، الفئة قعدان دق، اللون شعل، المركز الثالث. بخيت بن مانع الدوسري، الفئة قعدان دق، اللون شعل، المركز الرابع. صالح بن جري العتيبي، الفئة قعدان دق، اللون صفر، المركز الثاني. ناشي بن داموك بن شلال البقمي، الفئة قعدان، اللون شعل، المركز الخامس. الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، الفئة قعدان دق، اللون صفر، المركز الثالث. منصور بن ناصر بن مرزوق العتيبي، الفئة قعدان دق، اللون صفر، المركز الرابع. عابد بن عيسى بن مطر، الفئة مفاريد قعدان، اللون مجاهيم، المركز الأول. محمد بن سعيد بن محمد، الفئة مفاريد قعدان، اللون مجاهيم، المركز الثاني. نايف بن عبد الله سالم النجم، الفئة مفاريد قعدان، اللون مجاهيم، المركز الثالث. محمد بن جار الله بن علي المري، الفئة مفاريد قعدان، اللون مجاهيم، المركز الخامس. فارس بن فواز الحربي، الفئة مفاريد قعدان، اللون حمر، المركز الأول. سعود بن محيى المطيري، الفئة مفاريد قعدان، اللون حمر، المركز الثاني.
سعود بن عبد الله المطيري الفئة مفاريد قعدان اللون حمر المركز الثالث. براك بن صالح بن سعد الدوسري مفاريد قعدان اللون حمر المركز الخامس. محمد بن براك العتيبي الفئة مفاريد قعدان اللون وضح المركز الأول. ممدوح بن سليم بن خلف العتيبي الفئة مفاريد قعدان اللون وضح المركز الثاني. ناصر بن فهد بن عامر السبيعي الفئة مفاريد قعدان اللون وضح المركز الثالث. عديس بن محمد بن عايض السبيعي الفئة مفاريد قعدان اللون وضح المركز الرابع. ناصر بن علي بن وازع القحطاني الفئة مفاريد قعدان اللون وضح المركز الخامس. عبد المحسن بن غثيث بن ناصر المطيري الفئة مفاريد قعدان اللون شقح المركز الأول. الأمير سعود بن فيصل بن تركي آل سعود الفئة مفاريد قعدان اللون شقح المركز الثاني. طلال بن فهاد بن جخدب السعدي الفئة مفاريد قعدان اللون شقح المركز الثالث. فالح بن ناصر الدوسري الفئة مفاريد قعدان اللون شقح المركز الرابع. مساعد بن حبيب البقمي الفئة مفاريد قعدان اللون شقح المركز الخامس. فهد بن ناصر بن محبوب المسردي القحطاني الفئة مفاريد قعدان اللون شعل المركز الأول. هذال بن مشعي بن محمد الظافر الفئة مفاريد قعدان اللون شعل المركز الثاني. جفران بن راشد بن جفران السبيعي الفئة مفاريد قعدان اللون شعل المركز الثالث. محمد بن عبد العزيز بن محمد العتيبي الفئة مفاريد قعدان اللون شعل المركز الخامس. عبد الرحمن بن مشعان بن مناحي العتيبي الفئة مفاريد قعدان اللون صفر المركز الأول. عبد المجيد بن ناصر الدوسري الفئة مفاريد قعدان اللون صفر المركز الثاني. جابر بن زيد بن مجدل العتيبي الفئة مفاريد قعدان اللون صفر المركز الثالث. راضي بن سعيد بن سعد الشيباني الفئة الطبع المركز الأول. فهد بن راضي بن سعيد الشيباني الفئة الطبع المركز الثاني. عبيد بن حجاج بن سعد العتيبي الفئة الطبع المركز الثالث. حمد بن محمد بن عبد الله العتيبي الفئة طبع المركز الرابع. حجاج بن سعد بن مفلح العتيبي الفئة الطبع المركز الخامس. عبد الكريم بن طلال بن فراج المطيري المجموعة الأولى المركز الأول. فيصل بن سلطان بن مصلح الرشيدي المجموعة الأولى المركز الثاني. فارس بن برغش المطيري المجموعة الأولى المركز الثالث. جابر بن جزاع الحسيني المجموعة الثانية المركز الأول. عبد الله بن جهمان السبيعي المجموعة الثانية المركز الثاني. ركان بن علي بن عميش الدوسري المجموعة الثانية المركز الثالث. سعود بن محمد العجمي سعود بن محمد العجمي الفئة حقايق بكار عام. عبد الله بن علي المري لقايا بكار مفتوح محمد بن علي
بن راشد المري لقايا قعدان، حمد بن غانم بن سلطان الكواري، عبد الله بن صالح بن سعيد، وقاسم بن ديان هجن سعودي. والله تحت
تجي منا مسيرتها والاخرى مكفلة منا مجاهيم ومغاتر وصفر سلال شعب واحد وتاريخ مضى ينعاد ترى ثم حفظنا سيرته والله حافظنا تحت كاس المؤسس تتحد رايات قبايلنا وطن واحد شعب واحد وتاريخ مضى ينعاد ترى ثم حفظنا سيرته والله حافظنا سيرتها والاخرى مكفلة منا مجاهيم ومغاتر وصفر سلالة الاجداد وشكح وحور